بسم الله نكمل بقى كلامنا في السي سي ان ال 200 301. هناخد المثال بتاع الاو اس بي اف اللي احنا اشتغلنا عليه من شويه، هنشغله بقى على الجي ان اس 3. هنقول له ده هنسميه او اس بي اف، حطه على الديسك توب. هنيجي بعد هنا هنحط بعد هنا مجموعة رواتر، هنحط راوتر بقى. هنا هنخلي اقللهم شوية بقى، هنحط هنا راوتر وهنا راوتر هنا راوتر ده اريا. يعني يمكن اسرع شوية بقى، هنحط هنا فين هنا وكات. نحط في كل راوتر هنا وكات وكيتين. كده باقي آخر راوتر. هنيجي نوصل بات هنا ما بينهم من بعض، نحط هنا فاست زيرو، هنا فاست زيرو، هنا فاست واحد، 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 هنا فاست زيرو. ماشي كده. هنروح نحط نظر لل هنيجي هنعمل هنا مثلا دول هيكونوا اريا واحد، ده اريا زيرو، الاتنين دول دول اريا زيرو، هنا دول اريا واحد، هنا اريا اتنين. هنيجي بعد نشغل اول راوتر، هنقول له باور. طبعا هنحط ايبات، طبعا لو يعني مش هنحط ايبات كتيره بقت هنا، هنقول مثلا ايه هنا 10 200 200 0 سلاش 24. هنا هنحط اي بي وليكن 192 168 200 0 سلاش 24. هنا هتبقى الشبكه اللي هنا 172 16 200 200 200 0 سلاش 24. هنحط الشبكة اللي هنا، الشبكة دي هنا كده، الشبكة دي هنا كده، وهنعمل الشبكة اللي هنا 100 200 200 0 200 سلاش 24. آخر شبكة بالنسبة لنا وليكن الشبكة دي، هخليها 200 200 200 0 سلاش 24. هنبدأ نشغل أول راوتر عندي، هقول له كده ستارت باور اون.
هذا جيني ستريمش. اللينك مش اي ام دي. احنا هنشغل طبعا بالسيكر سي ار تي احسن، فانا هحط له اللينك فقط اللي انا اعطيه لكم قبل كده، تلاقوهم في الماتيريال. فين ماتيريال؟ ادي جينيس 3، هتفتح سيكير سي ار تي هتلاقي فيه كود، هو الكود ده. هنيجي نحطه هنا في الجينيس 3. اقول له اوكي. اوكي هنيجي نقول له هنا نفتح كده. كده الجينيس 3 فتح، السيكر سي ار تي فتح معايا على طول احسن. هنبدا بس نغير كبر الخط شويه. appearance خلينا حتى في السيشن دي. appearance هنخلي الخط عندي 16. دي 18 هنا. هنقول بقى ايه؟ كونفتي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس 10 200 200 1 255 255 255 0. هنقول له نو شت داون. ده اول انترفيس عندي. هنشغل الانترفيس الثانيه، هقول له كده ستارت. هقول له كونفتي انترفيس فاست 1 على 0 واحد على 0 اللي هي 102. هنقول له بعت اي بي ادرس 192 168 200 1 255 255 255 0. هنقول له نو شت داون. هقول له انترفيس فاست 0 على 0. هقول له اي بي ادرس 10 200 200 2 255 255 255 0. هقول له نو شت داون. كده انا عملت ايه؟ كونفجريشن لراوتر 2. هقول له هنا ستارت، هندوس دبل كليك. هقول له كونفتي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس 192 168 202 255 255 255 0. هقول له نو شت داون. هقول له انترفيس فاست 1 على 0. هقول له اي بي ادرس 172 16 200 1 255 50 55 0. هقول له نو شت داون. كده ان راوتر 3 خلص. هنيجي على راوتر 4، هندوس له رايت كليك كده ونقول له ستارت. كلهم على تابات واحدة. هقول له كونفتي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس 172 16 200 2 255 255 255 0. هقول له نو شت داون. هقول له انترفيس
انترفيس فاست 1/0 اي بي ادرس 100 200 200 1 255 255 255 0. هقول له نو شوت داون. كده انا فتحت الاثنين انترفيس اللي عندي هنا. نصغر الشاشة كده شوية. هاجي افتح راوتر 5. عقبال ما يقوم كده نروح على راوتر 1 ونشغل عليه الاي جي الاوس بيف. هقول له اكزيت راوتر اوس بيف اشتغل اهو. هقول له راوتر اوس بيف وليكن 3 اوس بيف 3. هقول له نتورك الشبكة المتصلة بيا اللي هي 10. عشرة 200 200 0 0 0 0 255 ده area 1 2WR. هنيجي الراوتر 2 هيكون في شبكتين. هقول له اكزيت راوتر اوز بيف وليكن 22 نتورك. انا عندي الشبكة اللي هي 10 200 200 0 0 0 0 255 دي جيالي من اريا 1. عندي نتورك من شبكة 192 168 200 0 زيرو 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 255 دي جيالي من اريا 0. نيجي هنا راوتر 5. ده راوتر 5. ثبتها بس. ده 100 200. هقول له كونفتي انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 100 200 200 255 255 255 0. هقول له نو شوت داون. هقول له انترفيس فاست 1/0 هقول له اي بي ادرس 200 200 201 255 255 255 0. هقول له نو شوت داون. اخر راوتر عندي هقول له ستارت. طبعا هنا جاب لي ادجيسنس اهي. لو انا قلت له كده شو اي بي روت شايفين حرف الاو جاب لي بدا يجيب لي من اكسترنال اريا. هنيجي نعمل على اخر راوتر هقول لكم في تي انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 200 200 200 زيرو 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 255 ده اريا 2.
ميتين زيرو 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 255 ده اريا فين؟ هنيجي بعد كده هنا بعد كده دخلنا الاي بي هقول له نو شت داون هقول له اكزيت راوتر او اس بي اف وليكن 55 هقول له نتورك شبكة واحدة بس اللي هي فيه اللي هي 200 200 200 زيرو 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 255 دي اريا 2 دو دبليو ار انا اجي الاريا 5 هقول له اكزيت هقول له كده راوتر يا او اس بي اف 8 مثلا هقول له نتورك عندي شبكه اللي هي 200 200 200 زيرو 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 255 دي جايه لي من اريا 2 هقول له نتورك عندي 100 200 200 0 0 0 0 255 دي جايه لي من اريا 0 هنيجي على الراوتر اللي بعد كده اللي هو راوتر 4 هقول له اكزيت هقول له راوتر او اس بي اف 99 مثلا هقول له نتورك 172 16 200 0 0 0 0 255 دي تبع اريا 0 هقول له نتورك 100 200 200 0 0 0 0 255 دي جايه لي من اريا 2 راوتر 3 بقى اخر راوتر عندي هقول له نتو اكزيت هقول له راوتر او اس بي اف اي رقم هقول له نتورك عندي بقت هنا 172 16 200 0 0 0 0 255 ده جاي لي من اريا 1 وعندي نتورك 100 200 200 0 0 0 0 255 ده جاي لي من اريا كام؟ من اريا 0 دو دبليو ار. لو انا جيت على راوتر واحد شوف كده الشبكات اللي بقت عندي كام؟ لو قلت له شو اي بي روت جاب لي الشبكة 10 وجاب لي 192 هقول له شو اي بي روت كونفتي انترفيس فاست 0 على 0 نو شت داون دو شو اي بي انترفيس بريف ما فيش اي بي على الفتحة اصلا هقول له اي بي ادريس ازاي 200 200 200 2 255 255 255 0 هقول له كده تاني هقول له شو اي بي انترفيس بريف كده بقت اب طب شو اي بي روت دايركتلي كونكتد هروتها تاني هقول له كونفتي راوتر اوز راوتر اوز بيف هقول له نتورك هقول له كده نتورك كام 200 200 200 0
زيرو 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 255، وده جايلي من اريا 2. حاضر، ثواني هنخرج لان تخرجوا براحتكم. ده هنا نخش على راوتر 5 بس، النيبر بتاعي جابهولي اهو، شو اي بي روت. على النيبر اقول لكم في تي، هنا في غلط، هقول له انترفيس فاست 1/0 اي بي ادريس 200 200 201 255 255 255 0، هقول له شت داون، بعد كده هقول له نو شت داون. الجيسنس جت لي شو اي بي روت، بدأ يجيب الجيسنس وجاب لي النيبر 202. هنا جاب لك adjacency، بدأ يجيب الشبكات اهو. ده قصة الاوز بيف بتاعتنا، هسيبكم كده نخرج بريك ونيجي نكمل الاوز بيف. هنوقف لحد كده التمرين بتاعنا ده النهارده، وهناخد بعد كده موضوع الاوز بيف تاني.